العسكري، آفة الصحة والاقتصاد. طبعا الكل يعلم أن مرض السكري قد لا يخلو بيت من هذا المرض، ونستطيع أن نطلق عليه مرض العصر أو آفة العصر، وله أسباب كثيرة، أما في سوء التغذية أو قلة الرياضة، فما بالك ونحن الآن في الجائحة التي حلت بنا، أعاننا الله وإياكم وأزالها عنا وعنكم إن شاء الله بكل خير. طبعا الجائحة هذه جعلت الكثير الكثير محدودي الحركة ولا يستطيعون لا الذهاب ولا التحرك. والسكري مرض ما يتبادر إلى الذهن أنه زيادة السكر في الدم. وفي هذه الليلة نستضيف الرجل الذي جمع العلم والأخلاق والتواضع، إنه الدكتور الاستشاري محمد بن حسن آل جنبر. حصل على بكالوريوس الطب والجراحة العامة من جامعة الملك فيصل بالدمام عام 2000 ميلادية، زمالة الطب الباطني والغدد الصماء من كندا، ومنصبه الحالي استشاري السكري والغدد الصماء ومدير برنامج زمالة الغدد الصماء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام. وسوف يتطرق في هذه الليلة في محاور أنواع مرض السكري ومضاعفاته على الصحة وتأثيره على الاقتصاد، وكذلك سوف يتطرق إلى السمنة ومشاكلها الصحية والاقتصادية والوقاية من السمنة والسكري. أعذرنا سعادة الدكتور في السيرة الموجزة لما يحمل في طيات هذه الأمسية في الكثير، فحببنا أن نختصر في سيرتك، وأنت تستحق أكثر من ذلك لكي تتحفنا بالمعلومات القيمة التي لديك. تفضل، مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا أخ سامي. في البداية أحب أشكر الديوانية على استضافتها إلي في الليلة، وجميع الأخوان المشاركين يعطيكم العافية، وكل عامكم بخير، رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. طبعا يشرفني أكون معاكم الليلة في هذه الأمسية، وإن شاء الله نتمنى نعطيكم بعض المعلومات المفيدة. أنا راح أعمل شير سكرين. تفضل. لحظات بس. بدأت تظهر الشاشة عندنا، ممتاز، وأيضا صورتك تظهر عندنا، فممتاز، يعني الدول سيستم very good. تمام. إذا الآن فخلونا ناخذ هذه الفرصة في تشغيل الأمور. تخصص الغدد الصماء هو تخصص يعنى بكل أمراض الغدد الصماء كالسكري وغيره، وبما أن الدكتور فتح الآن، تفضل الدكتور. طيب ممتاز. أنا بنزل هذولا، كيف أنزلهم تحت هذولا؟ اللي فوق ما هم باينين عندنا، فقط باينين عندك. أوكي. الصور باينة عندكم برضو؟ اللي باين عندنا الشاشة فضل. السكري والسمنة، آفة الصحة والاقتصاد، دكتور محمد حسن مقنبر استشاري، وشعار اللوجو حق المستشفى اللي مبين عندنا. طيب ممتاز ممتاز. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الموضوع زي ما تفضل الأخ سامي هو السكري والسمنة، آفة الصحة والاقتصاد، وجزاه الله خير وغطى العناصر كما ذكرها. في البداية كمقدمة، طبعا كلنا عارفين أن مرض السكري هو مرض لا يختص فقط بالمملكة العربية السعودية، ولكن هو نقدر نقول آفة عالمية، حيث أن معدل الإصابة الآن في العالم وعدد المصابين في العالم يتجاوز 400 مليون إنسان مصاب بمرض السكري،
طبعا مع الأسف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي من المناطق اللي تعد من أكثر مناطق إصابة مرض السكري لأسباب عديدة، طبعا راح نذكرها أثناء البحث إن شاء الله. طيب في البداية كتعريف بالمرض، ما هو مرض السكري؟ التعريف البسيط للمرض هو حالة مزمنة من ارتفاع المفرط في سكر الدم فوق المعدل الطبيعي. معدل الطبيعي للسكر تقريبا 80 ل 120 ملغرام، إذا زاد عن هذا المعدل الطبيعي يسمى سكر. طريقة التشخيص، في عدة اختبارات ممكن نعملها عشان نشخص السكر. واحدة من يمكن أشهر الاختبارات هو قياس سكر الدم أثناء الصوم لمدة 8 ساعات، فإذا بلغ معدل السكر 126 ملغرام وأكثر نطلق على الشخص مصاب بمرض السكري. أنواع المرض، هناك نوعين أساسيين مرض السكري. النوع الأول يسمى السكري أو سكري النوع الأول، والمشكلة في هذا المرض هو نقص هرمون الإنسولين. طبعاً هرمون الإنسولين هو من الهرمونات اللي تفرز بواسطة خلايا بيتا من البنكرياس. وظيفة الهرمون هذا هو أن يساعد الخلايا على التحكم أو على نقل الجلوكوز من الدم إلى داخل الخلايا. إذا ما في إنسولين السكر ما يدخل داخل الخلايا، فبالتالي يرتفع معدله في الدم. فهذا السكر النوع الأول. طبعا علاج النوع الأول، بما أن في نقص في الإنسولين، علاجه أن يعطى حقن إنسولين. طبعا هناك أنواع كثيرة من الإنسولين، نوعين أساسيين، النوع اللي يشتغل طول اليوم 24 ساعة والنوع اللي مع الوجبات. السكر النوع الثاني يمكن هذا الأكثر شيوعا خاصة عند البالغين. في هذا النوع المشكلة الأساسية هي وجود مقاومة من الخلايا لعمل هرمون الإنسولين. طبعا هرمون الإنسولين يكون نسبيا أقل من الطبيعي في هذا النوع من الأمراض، ولكن المشكلة الأساسية هي وجود مقاومة بحيث أن الخلايا لا تستجيب لهرمون الإنسولين. زي ما قلت عادة يصيب البالغين، من أهم أسبابه هي إزالة الوزن. مع الأسف مؤخرا انتشر هذا النوع أيضا بين الأطفال، وهذا جدا محزن. السبب في ذلك طبعا هو انتشار السمنة الآن بين الأطفال. فيعني قبل 20 سنة أو 30 سنة كان من النادر جدا أن نلاقي السكر النوع الثاني عند الأطفال، ولكن في آخر 10 أو 20 سنة بدأنا نشوف حالات، نشخص حالات سكر النوع الثاني عند الأطفال، وهذا جدا مؤسف. طبعا الفرق بين النوعين، النوع الأول والثاني، من حيث العلاج هو أن النوع الثاني بالإمكان علاجه بالعقاقير بالأدوية، بينما النوع الأول زي ما قلنا العلاج الوحيد له هو الإنسولين. طيب طيب ليش نحن نهتم بالسكر؟ وليش العالم يعني يدق ناقوس الخطر بسبب السكري؟ طبعا الكل عارف هو بسبب مضاعفات السكر. طبعا السكر تأثيره ليس فقط على أجهزة الجسم، ولكن حتى على الحالة النفسية، يعني يؤثر عضويا ونفسيا على الجسم الإنسان. يمكن الجانب النفسي هو شوي مهمل حتى بين الدكاترة، احنا يعني ما ناخذ بالنا كثير من الجانب النفسي عند المرضى هذولا. طبعا الإحصائيات بينت ان 22% من مرضى السكري يكون عندهم نوع من انواع الإحباط. طبعا تزيد النسبة عند الناس اللي سكرهم غير منتظم. طيب على الجانب العضوي، طبعا هناك لستة طويلة من المشاكل العضوية المسببة أو اللي يسببها السكر. واحدة من الأشياء جدا الخطيرة هي جلطات الدماغ والشلل، حيث أن مريض السكر معرض أو تزيد نسبة إصابته بمرتين عن الشخص الغير مصاب بهذا المرض.
فقدان البصر نسبة خطورة تقريبا 25%، بمعنى أن مريض السكر معرض ب 25% عن المريض أو عن الشخص الغير مصاب بهذا المرض. أمراض القلب والشرايين 20% من المرضى معرضين للذبحة الصدرية، و 16% من المرضى معرضين للوفاة بسبب الذبحة الصدرية. فشل الكلوي على الأقل 15% من مرضى السكر سينتهي بهم المطاف بالفشل الكلوي، وبالتالي يحتاج غسيل أو نوع من أنواع الغسيل البروتوني ولا الدموي لعلاج الفشل الكلوي. فقدان الإحساس 20% من المرضى، خطر الإصابة أو خطر التعرض لبتر الأعضاء حوالي 10 مرات عن الشخص الغير مصاب بالسكر. طيب ماذا عن السكر في المملكة بالتحديد؟ طبعا زي ما قلت أن معدل الإصابة في الشرق الأوسط بشكل عام هي جدا عالية، في المملكة بالتحديد تبلغ نسبة الإصابة تقريبا 20%، بمعنى 1 من كل 5 أشخاص في المملكة هو مريض سكر. مجموع الحالات تقريبا 4 مليون مصاب بالسكري في المملكة. طيب ذكرنا مضاعفات السكر على الصحة، فماذا عن مضاعفاتها على الاقتصاد في المملكة؟ التكلفة المباشرة لعلاج مرض السكر تبلغ حوالي 9 مليار، هذا قبل 2 أو 3 سنوات، طبعا الآن أنا متأكد أنها أكثر من 10 مليار. طبعا نقصد بالتكلفة المباشرة هي تشمل المعاينة الطبية، يعني الزيارة في العيادة، الأدوية كالإنسولين والعقاقير، تكلفة التحاليل اللي تعمل. فهذه التكلفة المباشرة تبلغ 9 مليار سنويا على الأقل. طيب ماذا عن التكلفة الغير مباشرة؟ التكلفة غير مباشرة ونقصد بها عن معالجة مضاعفات مرض السكري، بمعنى معالجة مثلا الذبحة الصدرية، بالتالي المريض يحتاج إلى قسطرة، يحتاج إلى تنويم في المستشفى، وهذه كلها يعني تكلف آلاف الريالات. طبعا لو يحتاج عملية بسبب انسداد الشرايين في الرجل مثلا، أو يحتاج غسيل كلوي، أو يحتاج طبعا لما يتنوم في المستشفى طبعا حيتغيب العمل، وهذا أيضا هدر للمال. فالتكلفة الغير مباشرة تتجاوز 80 مليار سنويا، وهي يعني تكلفة جدا باهظة. فكما نشوف أن النظام الصحي يعني يبذل المليارات والمليارات لعلاج مرض السكر، فالقضية جدا خطيرة على المجال الفرد ومجال المجتمع ومجال الدولة بشكل عام. طيب الوقاية من السكري، طبعا زي ما قلنا في نوعين من أنواع السكري، هو رئيسيين، النوع الأول والنوع الثاني. بالنسبة للنوع الأول اللي يصيب الأطفال، فلا توجد حاليا أي طريقة للوقاية منه، لأن طبعا في دراسات صغيرة عملت على استخدام الأدوية المثبطة للجهاز المناعي، ووجد أن بالإمكان فعلا تأجيل المرض لفترة معينة، ولكن في نهاية المطاف المرض لازم يحصل في النوع الأول مع الأسف، فلا توجد طريقة للوقاية منه. السكر النوع الثاني وهو الأكثر شيوعاً، هذا يمكن الوقاية منه بكل بساطة بتجنب الوزن الزائد والسمنة. طبعاً في ناس أو السكر النوع الثاني في جزء وراثي منه، يعني يكون المريض مهيئ وراثياً للإصابة بالسكر النوع الثاني، ولكن لو ما حصلت الظروف المؤاتية للمرض
كزيادة الوزن فما يحصل المرض. علشان كذا النوع الثاني هو تجنب الوزن الزائد والسمنة. طيب الآن ننتقل إلى السمنة والسكري. أول حاجة ما تعريف السمنة؟ طبعا تقاس أو نقدر المريض عنده سمنة ولا لا بقياس كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم أو ما تسمى بالبي ام اي، يعني المشهور، اسم المشهور لها. كيف نقيس كتلة الجسم؟ نقسم الوزن بكيلوغرام على مربع الطول. الوزن الطبيعي كتلة الجسم تتراوح من 18.5 إلى 25، الوزن الزائد من 25 إلى 30، من 30 إلى 35 هذه السمنة. طبعا في سمنة متوسطة إذا وصل إلى 40، أكثر من 40 تسمى سمنة مفرطة. طيب ما معدل أو معدل الإصابة بالسمنة في المملكة؟ حسب المكتب التنفيذي لمجلس وزارة الصحة الخليجي، نسبة الإصابة في المملكة حوالي 36%، بمعنى أكثر من ثلث سكان المملكة مصابين بالسمنة. المحزن في الموضوع أكثر أن عدد الأطفال المصابين بالسمنة في المملكة حوالي 3.5 مليون، وهذا عدد جدا يعني مرعب. طيب ليش نهتم بالسمنة؟ طبعا بالإضافة لمشاكلها الصحية هم لها طبعا تكلفة اقتصادية باهظة. يعني مرضى السمنة يكلفون المملكة أو النظام الصحي حوالي 500 مليون، يعني 500 مليون ريال سنويا بسبب ترددهم على المستشفيات لأسباب متعددة. طيب آثار السمنة على الصحة، واحدة من أسبابها مثلاً الوفاة المبكرة. الشخص البدين يخسر تقريباً 7 سنين من عمره. يعني لو عندنا شخصين في نفس العمر ونفس كل الظروف، بس واحد منهم سمين واحد عنده وزن مثالي، فالشخص السمين معرض أن يموت 7 سنين أصغر من الشخص الثاني. طيب إيش المشكلة الثانية أو إيش المشاكل الثانية؟ هي طبعا خطر الإصابة بالسكري، خاصة إذا زادت كتلة الجسم عن 35. ف60% من المرضى أو من الناس اللي عندهم سمنة معرضين لخطر الإصابة بالسكري. رجاء رجاء شباب أغلقوا المايكات. تفضل دكتور. طيب شكرا. طيب أسباب السمنة باختصار، طبعا لا يخفى على أحد أن المملكة السعودية والخليج بشكل عام بسبب الطفرة، طفرة النفط في آخر 40 أو 50 سنة، كان هناك تغيير جذري في نمط الحياة. ومع الأسف يعني صار فيه توجه إلى الأكل أو الغذاء الغير صحي. طبعاً أنا حطيت الماركات اللي أقدر عليها والبراندز اللي أقدر عليها هنا. طبعاً لا أخفى على أحد أن هذه الفاست فود أو الجنك فود اللي يسموها أو المأكولات السريعة تحتوي على الأطعمة، أو الأطعمة فيها تحتوي على أشياء جداً مضرة، منها الأملاح بشكل كبير، منها الزيوت المهدرجنة وغيرها من المواد الإضافية أو الإضافات. وطبعاً أثبتت الدراسات صلة هذه المواد بارتفاع ضغط الدم وبالسمنة وحتى بالسكري. طبعاً مع المدنية برضو قلت الحركة بشكل عام، وتوفر طبعاً المواصلات بشكل عام، فالإنسان أو المجتمع بشكل عام يعني مع الأسف جنح إلى الكسل وعدم الحركة. في أسباب وراثية للسمنة، زي ما قلنا في تم اكتشاف العديد من الجينات الوراثية المتصلة بالسمنة، وهذا طبعا الشخص ليس له يد فيها، ولكن
يتحتم عليه أو يتوجب عليه يعني المزيد من الجهد لمكافحة السمنة إذا كان عنده يعني جينات وراثية تعرضه للسمنة. الوقاية من السمنة وبالتالي السكري طبعا تحتاج إلى جهود مضاعفة على جميع المستويات، على مستوى الفرد باتباع الحمية وباتباع المجهود البدني الكافي، المجتمع بنشر ثقافة الأكل الصحي وزيادة المجهود البدني، على مستوى الحكومة نحتاج برامج وطنية لمكافحة السمنة. ومن الشيء اللي يثلج الصدر أن رؤية 2030 واحدة من أهدافها واحدة من بنودها هي جودة الحياة ومكافحة السمنة، فهذا شيء جدا يعني مشجع، وإن شاء الله يعني نصل إلى ذلك حسب الرؤية للمملكة. نتكلم باختصار عن الغذاء الصحي. طبعا الغذاء الصحي أحد بنوده أن يحتوي على الخضار والفواكه، أيضا لازم أو يتوجب علينا في الغذاء الصحي النظر إلى كمية ونوع الطعام. يعني أحيانا الإنسان يقول أنا ما أكل كثير لكن وزني قاعد يزيد، لكن لو سألت طيب إيش نوع الطعام اللي تاكله، فنلاحظ أن أغلب أطعمته من الأطعمة اللي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون الضارة والأملاح، فبالتالي مع قلة الطعام ولكن الطعام غير صحي، فبالتالي أيضا هذا يساعد زيادة الوزن. طيب كمية الطعام من الأشياء اللي تساعد أو تخلينا ناكل أكثر هو حجم الطبق. يعني في دراسات كبيرة وكثيرة عملت على هذا، يعني وجدوا أنك إذا أكلت في صحن أصغر نفسيا تأكل كمية أكبر. وسبب بسيط أنه خداع بصري، أن إذا أكلت في صحن صغير زي الصحن هذا مثلا شوف نفس كمية الطعام في الصحنين، ولكن الصحن هذا بما أنه صغير فالإنسان يشوفه فل، فلما يأكله بيحس أنه أكل كمية كبيرة لأن الصحن فل، ولكن في الصحن الكبير حجم الطعام وكمية الطعام تكون نسبيا قليلة بالنسبة لحجم الصحن، فبالتالي هذا يشجع على كثرة الأكل. طبعا هذا مثال يمكن مبالغ فيه للنظرية هذه، يعني تخيل نفسك تأكل من الصحن هذا، ف يعني ما في كلام انك مهما تاكل ما راح يبين، فبالتالي مهما تاكل ما راح يعني لا نفسيا ولا حتى النظر يبين لك انك اكلت كثير، فبالتالي حتاكل اكثر واكثر. طيب النشاط البدني، ما في شك على أهمية النشاط البدني للوقاية من السمنة والسكري. النشاط البدني الموصى به هو عمل مجهود بدني لمدة 30 دقيقة كالمشي مثلا، ولكن المشي السريع، المشي اللي ينتج عنه زيادة دقات القلب والتعرق لمدة 30 دقيقة في اليوم أو 150 دقيقة في الأسبوع. من الأشياء اللي ممكن الواحد يمارس أو يكثر من المجهود البدني هو التقليل من وسائل المواصلات أو وسائل الراحة خلنا نقول المتوفرة أو المنتشرة. يعني مع الأسف قليل منا يستخدم الأدراج العادية، فالكثير يجنح إلى استخدام الأدراج المتحركة والأسانسيرات، وأحيانا تستغرب حتى طابق واحد الإنسان يستثقل يعني يركب الدرج لازم يطلع أسانسير. فهذه من الأشياء المؤسفة، ولو الإنسان التفت لها راح يبذل جهد ويبذل مجهود بدني بتكلفة جدا قليلة بس بالابتعاد عن الأدراج المتحركة والأسانسيرات مثلا. طيب الصلاة الرياضية،
من الأشياء أيضا اللي ينصح فيها لعمل تمارين بشكل دوري. طبعا مشكلة الصلاة الرياضية هي عدم الالتزام، يعني الإنسان ممكن يسجل صلاة رياضية ولكن لو سألت كم مرة رحت في السنة يقول لك 5 مرات. ليش؟ لأن يقول لك أنشغل أو ما أنا فاضي. طبعا من الأشياء المفيدة للالتزام هي الذهاب في مجموعات، بمعنى أن وجدوا أنك إذا رحت صالة رياضية مع صديق أو مع جروب مثلا مجموعة فهذا يحسن التزامك بالصالة الرياضية. طيب للناس المشغولين أو ما يقدروا يروحوا الصالة الرياضية ينصح بجعل التمارين الرياضية جزء من الروتين اليومي، بمعنى أن إذا مو قادر تروح الصالة الرياضية وإذا أنت مثلا من الناس اللي يحبوا يجلس أمام التلفزيون فبإمكانك تمارس الرياضية، يعني تمارس التمارين الرياضية وانت جالس في غرفة المعيشة أو انت شاهد تلفزيون أو انت مع أهلك في غرفة المعيشة مثلا، بإمكانك تجري على السير، سوي تمارين سويدية كجزء من الروتين، وبالتالي لا تشكل عبء عليك وهذا يحفز أو يشجعك أنك تسويها باستمرار. من الأشياء اللي أيضاً مفيدة هي المشاركة في الندوات الصحية. وطبعاً من الأشياء جداً المفرحة يعني مؤخراً هي انتشار الندوات الصحية في كل مكان، في كل المرافق التعليمية، ابتداء من رياض الأطفال، المدارس أو حتى الأسواق. وهناك جهود جبارة من المستشفيات ومن الجمعيات الصحية لعمل ندوات بهالخصوص، ودائما ننصح المرضى بحضور مثل هذه الندوات الصحية أو التجمعات الصحية، يعني الوقوف على آخر المستجدات وللتواصل مع المرضى الآخرين ويعني تبادل وجهات النظر والخبرات مع بعض، وهذا جدا يساعد في السيطرة على المرض وفي تشجيع المريض على تنظيم سكر أكثر. طيب نبدأ عن العلاج، علاج السمنة بالتحديد. طبعا هناك أدوية متوفرة للتخسيس في المملكة، مثلا هناك يمكن نوعين من الأدوية، في نوع حبوب ونوع حقن حاليا تساعد في التخفيف. نسبة نقص الوزن حوالي 5%، ولكن مع الأدوية يتوجب على المريض أن أيضا يأخذ باله من الحمية الغذائية وزيادة المجهود البدني على أساس يضاعف من تأثير أو من عمل هذه الحبوب أو العقاقير لتخفيض الوزن. طيب في حالة أن كانت كتلة الجسم أكثر من 35 وفي حالة فشل الحمية الغذائية والمجهود البدني، هناك الجراحة، جراحات التخسيس. طبعا هناك أنماط متعددة من الجراحات أو من الأدوات الممكن عملها لمساعدة المريض على تخفيف الوزن. طبعا هذا الجهاز الهضمي الطبيعي، عندنا المريء والمعدة والأمعاء. في الصورة هذه تلاقي زي الباند يسموه أو المعضد، يعمل على أو يثبت على المعدة بحيث أنه يصغر حجم المعدة، فبالتالي تقليل كمية الطعام المتناول أو اللي يتناوله المريض. في عمليات التحوير، بمعنى أنه يتم قص الأمعاء ولصقها مباشرة بالمريء، فبالتالي الأكل يأتي للمريء وبعدين يعدي المعدة ويروح على طول للأمعاء، فبالطريقة هذه المريض يضطر يتناول كمية قليلة، وبعدين حتى الكمية القليلة هذه امتصاصها يكون أقل لأن رايح إلى جزء أقصر من الأمعاء وبعدين عدى المعدة. من العمليات جدا المشهورة اليومين هذه وأكيد يمكن الكل سمع فيها عملية التكميم، تكميم المعدة.
طبعا هذه المعدة زي ما قلنا، فالتكميم هو قص الجزء الأكبر من المعدة. شوف هذا الجزء كله تم إزالته من المعدة، فبالتالي المعدة تكون كأنبوب صغير مثل الكم، مثل الكم، عشان كده يسموها تكميم. الهدف منها تقليل حجم المعدة، فبالتالي الإنسان يشعر بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام أو أقل من المعتاد، فبالتالي ينقص وزنه. طبعا العمليات هذه يعني أثبتت جدارتها وقوتها في تخفيف الوزن والوصول للوزن المثالي، ولكن المريض يحتاج إلى تأهيل قبل وبعد العملية، كما ينصح بعملها في مراكز متخصصة لديها خبرة وجراحين ذات خبرة في مجال الجراحة لتقليل اللي هي الأضرار الجانبية للعملية. هذه آخر شريحة. ففي النهاية لو أكلنا باعتدال وقمنا بالمجهود البدني المناسب، إن شاء الله سنتوصل إلى الصحة السليمة، وبالتالي نعيش إن شاء الله في سعادة. ويعطيكم الصحة والعافية، ولا أراكم مكروه إن شاء الله، سلامتكم. شكرا جزيلا للاستماع. شكرا دكتورنا الفاضل، بصراحة نشكرك على هذه المحاضرة الممتازة والمعلومات القيمة والنصائح التي تقدر وبالذهب والألماس، لما لها أهمية في التأثير على الصحة والاقتصاد، حيث في البداية تطرقتم إلى تعريف مرض السكري ومن ثم أنواع مرض السكري، وانتقلتم إلى مضاعفات مرض السكر على الصحة والاقتصاد، ومن ثم تطرقتم إلى السمنة ومشاكلها وكيفية الوقاية منها. الآن نترك المجال للأخوة المتداخلين. الأخ يعقوب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. رجاء سؤالك يكون في دقيقة، إذا كان عندك مداخلة في دقيقتين بس عساس نقدر ناخذ أكثر عدد من الأسئلة والمداخلات، لأن الموضوع هذا بصراحة مهم ويهم شريحة كبيرة في المجتمع. تفضل سامي. نبه عليهم بس برفع الأيدي على أساس أني أخذوا السيرة. أوكي، رجاء أي شخص عنده مداخلة أو سؤال يروح إلى رفع الأيدي ويرفع إيده، وراح نأخذ أسئلتكم تتابع بالترتيب. تفضل أخوي عبد. يعطيك العافية دكتور، محاضرة جميلة وقيمة، وزي ما تفضل إخواننا هي حديث الساعة وأهم كبير بالنسبة لأغلب الناس. لاحظت في المحاضرة تركيز بشكل رئيسي على الدهون والأملاح، بينما تكاد تكون تقريبا خالية من توجيه نحو السكريات والكارب اللي هي أساسا عامل أساسي في موضوع السمنة. هذا من ناحية. الناحية الثانية موضوع الأطفال، جميل جدا تطرق إلى موضوع السمنة عند الأطفال واللي هي سبب رئيسي إلى السكري اللي بدأ الآن نشوف حالات عند الأطفال من النوع الثاني بالإضافة للنوع الأول. هنا في قصور من ناحية التركيز على السبب الرئيسي اللي هو في الحضانة أو رياض الأطفال أو المدارس، بالذات المدارس الخاصة. المأكولات الموجودة والمعروضة للأطفال ومتوفرة لهم في المقصف، تجد أنها كلها المأكولات بدون استثناء من المأكولات اللي تحفز وتساعد على السمنة، من ناحية الشيبس، من المشروبات الغازية، الدونات، الكيك، الحلويات، هذه كلها عوامل رئيسية. وإحنا إذا كان فعلا جادين في الموضوع
لازم البداية تكون من هناك من المدارس يعني. معليش سؤال ثالث بعد بالنسبة للموضوع الأدوية التخسيس، أنت ذكرت الأدوية، يمكن سكسندا هي واحدة من الأدوية اللي صارت تطرق لها، فنبي نعرف سكسندا هل هي تعتبر آمنة، درجة الأمان حقها، مضاعفاتها. شاكرين ومقدرين لك مقدما دكتور العزيز. شكرا استاذ يعقوب، تفضل دكتور محمد. شكرا جزيلا يا استاذ يعقوب، اسئله جدا مهمه، اشكرك للاسئله هذه. بالنسبه الى السؤال الاول هو الكربوهيدرات، طبعا اللي يوصى فيه الان بالنسبه للاكل المثالي هو ان مريض السكر او مريض السمنه بشكل عام يتم تقييمه باخصائيه او اخصائي التغذيه، ويتم حساب كميه الكالوريز اللي يحتاجها خلال اليوم، سواء 2000 كيلو كالوري او 1800 كيلو كالوري في اليوم، طبعا حسب جنسه وحسب نشاطه وحسب شغله. تمام. وبعدين يتم توزيع يعني انواع الطعام، يعني الكربوهيدرات وبروتينات ونشويات عفوا كربوهيدرات وبروتينات دهنيات حسب حاجة المريض. طبعا بشكل عام الكربوهيدرات تقريبا تمثل 50% من اي نظام غذائي ممكن نوصفه للمريض. طبعا في الآونة الأخيرة انتشر الدايت الكيتوني، فأنا متأكد ان في ناس كثير بيسألوا عنه هذا، فأنا تركت للأسئلة، قلت خلي الناس يسألوا وبعدين اجاوب عليه. طبعا الدايت الكيتوني هو انتشر في آخر تقريبا 10 سنوات. باختصار هو يعتمد على تقليل كمية الكربوهيدرات إلى أقل من 40%، قد تصل إلى 10% حتى، وزيادة كمية الدهون الصحية الغير مشبعة إلى تقريبا 60%، والباقي بروتينات 30%. طبعا هذا أثبت قوته في إنقاص الوزن، وأثبت حتى يعني في عدة دراسات، يمكن أعدادها صغيرة شوي، أعداد المرضى يعني المشاركين كان صغيرة، ولكن أثبت فائدته حتى في السكر النوع الثاني. فهذا بالإمكان مريض السكر أن يتبع مثلا الدايت الكيتوني ويكون مفيد خاصة في النوع الثاني، ولكن دائما ينصح أن يكون بإشراف متخصص أو متخصصة في التغذية. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أعتقد كان بخصوص السمنة في الأطفال وأن الغذاء الصحي في المدارس. أوافق تماما أن طبعا بدل ما نستنى لغاية ما الإنسان يكبر ويوصل ثانوي بعدين نثقفه عن الأكل الصحي، يجب أن نستهدف الأطفال براعم صغار على أساس أن نشئهم نشأة صحية. طبعا أعتقد في تطور كبير في الناحية هذه في المملكة على الأقل. واحدة من التطورات أن مثلا المشروبات الغازية تم منعها تماما من مدارس الأطفال رسميا. الآن كل المدارس ممنوع يباع فيها المشروبات الغازية، وهذا من كذا سنة الآن. أيضا في توجه أو في تحفظات على بعض الأطعمة الغير صحية بالنسبة للمدارس، وهذا توجيه وزارة الصحة إلى وزارة التعليم. فأعتقد يعني قطعنا شوط لا بأس فيه، في تقدم من ناحية هذه. بالنسبة للندوات الصحية في المدارس بشكل عام، هم أعتقد الشغل جاري الآن عليها، لكن طبعا نحتاج المزيد. أنا معاك تماما، نحتاج يعني بدل المزيد من الجهود في الناحية هذه. آخر نقطة كانت السكسندا اللي هو دواء التخسيس. طبعا السكسندا هو عبارة عن حقن، هو نفس قلم الإنسولين ولكن مش إنسولين، دواء غير ثاني. فكرته أن حقنة يوميا يأخذها المريض وتساعد على فقدان الوزن. خلال 6 أشهر المريض بيفقد تقريبا 5 إلى 10 كيلوغرامات من وزنه بشكل عام،
طبعا في ناس يفقدوا اكثر، في ناس يفقدوا اقل حسب استجابه الجسم. من حيث امن الدواء جدا امن بشكل عام، مشكله بعض المضاعفات او بعض الاعراض الجانبيه اللي تحصل وهي الغثيان. يعني 30% من المرضى يحصل لهم او يعانوا من قضيه الغثيان، ولكن الشيء الكويس ان الغثيان ما يدوم طويل، يعني ياخذ لي اسبوع او اسبوعين وشوي شوي يروح. ممكن مع المريض يعاني من تطريش، هذا 5 أو 10% من المرضى، ولكن ايضا يستمر فتره معينه تقريبا اسبوع او اسبوعين برضو ويروح. فالناس اللي استخدموا السكسندا وقدروا يتحملوا السايد افكت هذه، صبروا عليها شوي، بإمكانهم يحصلوا على نتائج جدا ممتازة. زي ما قلت تخسر تقريبا 10 كيلو خلال 6 إلى 12 شهر. فحاليا متوفر في المملكة بالمناسبة بوصفة صحية من الصيدليات. جميل جميل، شكرا لك دكتور. وبمناسبة الكيتو أنا واحد من الناس اللي طبقوا النظام واستفادوا منه، نزل 23 كيلو وتخصصت في عندي عدة محاضرات على الموضوع هذا. شكرا شكرا لك دكتور. ما شاء الله تاز. شكرا دكتور محمد. الآن الدكتور محمد هويدي، تفضل بسؤالك. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنا صوتا للذين يكتبون ولا يرفعون أيديهم، لكن حبذا لو كل شخص يعرف بنفسه نوعا ما علشان يعطي انطباع. مثلا الأخ يعقوب سليس قبل شوي هو مدير عام حق كلينيك ناين، وهو على اطلاع وأعتقد أنه أدار أكثر من يعني خلينا نقول منشأة صحية من قبل في جمعية سيهات وبعدين في كلينيك ناين، ومهتمه بالصحة وعلى باع طويل في هذا الموضوع. ويعني إذا كان هناك في وقت نتمنى من أستاذ يعقوب أن يتحفنا ويعلمنا من الأشياء التي تعلمها من واقع الحياة ومن إدارته للمنشآت الصحية. عموما في شخص يقول بالنسبة إلى الكيتو والكثير يتكلم عنه، يقول هل توجد دراسة علمية عن فائدة هذا النظام في درء مرض السكري وعدم خطره على الفشل الكلوي والكبد؟ ودمتم بخير. تمام، شكرا جزيلا على السؤال. طبعا الدراسات، في دراسات على السكري النوع الثاني زي ما قلت، عدة دراسات، وفعلا أثبت جدارته في تنظيم السكر. يعني المرضى حصلوا على نتائج ممتازة من حيث أن السكر التراكمي حقهم نزل، التفاوت في ارتفاع السكر انتظم. بعض المرضى في الدراسات هذه لما فقد الوزن استطاع التخلص من أدوية السكر تماما، نقدر نقول يعني ما احتاج أدوية، يعني تقريبا شوفوا من المرض. ففي دراسات. طبعا مشاكل الكيتو، يعني أنا متأكد أن في يعني زملاء وأخوان يعني ما شاء الله يعني متخصصين واشتغلوا كثير في الكيتو. واحدة من مشاكل الكيتو هي طبعا الأعراض الجانبية للكيتو. يعني في بداية الحمية هذه المريض يكون معرض، يسموه الكيتو فلو، يعني زي الفلو حق الحمية هذه. من أعراضها مثلا ممكن الغثيان، الإجهاد والإنهاك. من أعراضه مثلا اللي هو الكونستيبيشن اللي هو الإمساك الشديد، وهذه ممكن من أهم أعراض اللي المزعجة اللي تخلي الناس ممكن يوقفوا عنه ويخففوا منه. في كونسيرن أو في يعني تخوف من تأثير الكيتو على وظائف الكلى. دراسات بينت أن في تأثير على الكلى،
علشان كده ينصح الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى ان ما يمارسوا الكيتو او ما يستخدموا الكيتو لهذا السبب. في ايضا تخوف من استخدام الكيتو من الناس اللي عندهم مرض السكر النوع الاول. طبعا الكيتو هو يعتمد مبدئيا يعني او كمبدا يعني على استخدام الكيتونز كمصدر للطاقه، يعني المريض يقلل الكربوهيدرات بشكل كبير ويكثر الدهون، فبالتالي يصير مصدر الطاقة هو الكيتونز. تمام؟ طبعا الكيتونز يأخذ من الدهون اللي يتناولها ويأخذ من الدهون اللي في الجسم برضو، عشان كده يفقد الوزن. مرضى النوع الأول يكونوا معرضين، خاصة إذا كان ما سكرهم منتظم أو سكرهم مش منتظم بشكل كامل، معرضين لزيادة الكيتونات في الدم، وهذا ممكن يسبب حموضة في الدم ومشاكل. فعشان كده لا ينصح باستخدام الكيتو للسكر النوع الأول إلا بإشراف يعني طبي دقيق لمنع المضاعفات كارتفاع الكيتونز وبالتالي حصول حموضة في الدم. شكرا على السؤال. عموما شكرا دكتور. الأخ بويز، الأخ بويز موجود؟ أيوة موجودة. السلام عليكم. نشكر دكتور على المحاضرة الجميلة جدا والمفيدة. أبي أسأل عن التكميم. التكميم هل في احتمالية لما يسوي المريض التكميم ويصغر المعدة، هل على المدى البعيد، السؤال هنا ما أدري، ممكن أنها ترجع المعدة كما كانت أو ترجع تتوسع كما كانت؟ تمام، شكرا جزيلا على السؤال، سؤال جدا مهم. مع الأسف ممكن طبعا المعدة هي كالكيس المطاطي، فالمريض زي ما قلت يحتاج تأهيل قبل العملية، قبل عملية التكميم، للتأكد أنه ما عنده مشاكل صحية، مثلا ما عنده ارتخاء شديد في الصمام المريء وبالتالي عنده مثلا ارتجاع في الأكل، فهذا مع التكميم يزيد مشكلة ارتجاع. مثلا ما عنده مشاكل تغذية مثلا قبل لا يعمل التكميم. طبعا المريض لازم يبتدي نظام معين، نظام قليل كميات الطعام، كميات الطعام تكون قليلة قبل العملية على أساس نتأكد إن هو يتحمل العملية ولا لا، وينصح المريض بالاستمرار على نظام غذائي معين بكميات قليلة من الطعام حتى بعد العملية. السبب في ذلك هو اللي قلت عليه، إن في احتمال لو المريض بعد العملية رجع إلى عادات الغذائية الغير صحية بتناول كميات كبيرة من الطعام، بإمكان المعدة تتمدد مرة ثانية ويبتدي يرجع الوزن اللي خسره، فممكن تحصل. أي طيب دكتور، يعني على مدى كم مثلا لو نفرض أنها بترجع مثلا خلال سنة سنتين أو على حسب التزام المريض لهذه الأشياء، يعني مثلا للأكل وكذا؟ نعم. كميات الأكل. نعم، يعني الرجوع ما يكون سريع، يعني بياخذ على الأقل يعني يمكن سنتين أو أكثر، لكن بالضبط زي ما قلتي اللي يلعب الدور الكبير يلعب فيه هو التزام المريض. يعني إذا المريض بدأ يأكل كميات كبيرة بترجع بسرعة، يعني بصورة أسرع. نشكر دكتور. أو بالنسبة دكتور السكسيديا هذه، يعني ممكن أي مكان أثق فيه إنه يعمل لي مثلاً السكسيديا هذه لو بغيتها، في حال بغيتها أو لا، يعني مثلاً مهم إنه محتاج دقة أو مثلاً أماكن تنصح فيها أو مراكز؟ زين، الدواء التخسيس اللي هو السكسيندا طبعاً ينصح إن اللي يوصف لك الطبيب غدد، يفضل طبيب غدد لسبب بسيط، ان هو طبعا السكسيندا من ادويه علاج السكر، ولكن تم الاعتراف فيه كدواء تخسيس
من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والسعودية برضو لعلاج السمنة. فلازم اللي يصف لك أول حاجة يتم تقييم الحالة تمام، ويتأكد إن ما عندك يعني مشاكل تمنع من استخدام السكسندة. يعني من المشاكل اللي لازم نشيكها في المريض قبل لا نكتب لك السكسندة مثلاً إن ما يكون عنده مشاكل البنكرياس كالتهاب في البنكرياس، ما يكون عنده مثلاً أورام في الغدة الدرقية نوع معين من أورام الغدة الدرقية، ما يكون عنده مشاكل أوردي في مثلاً غثيان أو تطريش. في الحالات هذه ما نكتب لك السكسندة لأن بتزيد الأعراض عنده تمام. بالإضافة إلى بعد ما يكتب الدواء المريض يحتاج متابعة علشان نشوف المضاعفات تمام، ونتابع المضاعفات ونشوف تطور المضاعفات هذه. فلأجل هالأسباب هذه كلها لازم يوصف من قبل طبيب غدد وعشان يتابع المريض تمام. شكرا دكتور، إجابة وافية. في عندي سؤال على الخاص من إحدى الحاضرين، يقول ما هو التأثير الوراثي على الإصابة بالمرض السكري والسمنة؟ لو تفضل دكتور. تمام، طبعا زي ما قلت أو تطرقت شوية في المحاضرة إن في عنصر وراثي قوي خاصة في السكري النوع الثاني، بمعنى إذا كان الأبوين مصابين بالسكر النوع الثاني فنسبة الإصابة الولد أو أحد أولادهم يعني تفوق 60%، إذا كان واحد من الأبوين تكون نسبة الإصابة تقريبا 50%. فبالتالي العنصر الوراثي جدا قوي خاصة في النوع الثاني. الوراثي العامل الوراثي في النوع الأول أضعف، بمعنى إذا كان أحد الأبوين مصاب بالسكر النوع الأول فاحتمالية إصابة أحد الأبناء تكون حوالي 6%، إذا الأبوين اثنينهم مصابين بالسكر النوع الأول نسبة إصابة الولد تكون حوالي 20% 20 إلى 25%. فالعامل قوي جدا في النوع الثاني لكن ضعيف في النوع الأول. طيب دكتور، نقدر نقول إن مرض السكري يتدخل فيه التركيب للدي إن إيه؟ طبعا يعني السكري تفضل دكتور استطرد. تمام ممتاز. طبعا السكري اللي يلعب فيه عدة عوامل، عوامل وراثية وعوامل بيئية زي ما أقول. العوامل الوراثية اللي هي الجينات، طبعا في أكثر من جين، في حوالي يمكن 70 ولا 80 جين له علاقة بالسكري. السؤال هنا هل الإنسان إذا كان عنده الجينات هذه هل يصاب بالسكري ولا لا؟ الجواب يعتمد على العوامل البيئية. المقصود بالعوامل البيئية هي نمط الحياة عند الإنسان، وهذا يشمل وزنه والمجهود البدني. بمعنى أكثر إن وبمعنى أوضح إن إذا كان الإنسان عند الجينات الوراثية لمرض السكري ولكن وزنه مثالي ويقوم بالمجهود البدني المناسب اللي يحتاج جسمه فمو بالضرورة يصيبه السكري أبدا، حتى لو كان عنده قابلية للسكر تمام. فالعامل الوراثي موجود ولكن ليس هو الوحيد. العوامل البيئية اللي يلعب المريض شخصيا فيها دور هي تساعد على حدوث مرض السكري. شكرا دكتور. الأستاذ ربيع الرشيد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. شكرا دكتور على هالأمسية الجميلة، وشكرا للأخ سامي والمنظمين لهذه الأمسية. دكتور أنا عندي سؤال، طبعا أنا من اللي استفادوا من نظام الكيتو
والآن لي تقريبا شهرين سنتين، بعد شهرين أكمل سنتين على نفس النظام. أنا من المصابين بالسكر النوع الثاني، واستفدت من كثير، تعافيت من تقريبا، كنت أخذ علاج للضغط، أخذ علاج للقلب، أخذ علاج لتنظيم السكر، وأخذ علاج لسيولة الدم، والحمد لله كل هذا الآن ما أخذ. وبالنسبة للنظام يا دكتور، إذا كان الإنسان ضابط الأكل حقه وتحاليله كلها سليمة، فهل في مانع أنه يكون ستايل حياة؟ هذا شكرا لك، وإن شاء الله نستفيد من رأيكم. شكرا شكرا. أفضل إيش آخر جملة بس إذا كان آخر جملة لو سمحت إيش؟ هل ممكن الإنسان أنه يستمر على نظام الكيتو كستايل أو للحياة، يعني ستايل لايف، يعني نظام غذائي يعتمد طول حياته مدام أنه ضابط الأمور الصحية أو التحاليل ونتائجها، يعني محافظ عليها؟ تمام. لا واضح. طبعا أنا نزلت تقريبا 35 كيلو على النظام. ما شاء الله ما شاء الله. من كم كنت وكم وصلت؟ طبعا أنا كنت في حدود 126، والآن يعني 85 في الحدود. كم طولك؟ طولي 178. يا 78. اوكي حلو حلو. ايه ممتاز. طبعا يعني احس ان الجسم في، يعني لو تجد قطع الصوت اخوي ربيع زياده فيه، لكن الصوت يقطع هي تقريبا عضل مو دهون، يعني نسبه العضل فيه اكثر من تشوف الجسم، يعني ما فيه سمنة، ما فيه عوارض. ألو معاك. لو تغير مكانك بس عساس الصوت يقطع. إيه على ما يجاوبك. الجسم ما فيه زيادة وزن، يعني شكل ما فيه زيادة وزن، لكن يعني تعتبر عضل، ما في يعني شحوم كروش كذا زيادة، لا يعني الجسم زين لكنه الوزن هذا 85. طبعا انا اطمح ان اوصل للوزن المثالي في السبعينات، لكن ان شاء الله مع المده، مو حريص اني اكون يعني انزل بسرعه خاصه لي سنتين، لكن هو كان نظام غذائي انا مستفيد منه ومتخلص من امراض كثير، يعني الحمد لله رب العالمين. الصحه افضل بكثير، يعني خلينا نقول انسان يرجع فعلا اذا كان اللي فيه سمنة يموت بعد مبكر 7 سنوات، ف7 سنوات إذا اختفت يرجع الإنسان عمره إلى 7 سنوات. شكراً يا دكتور. تمام، يعطيك العافية. يعطيك العافية. سؤال جداً مهم، الجواب بسيط، إن إذا كان زي ما تفضلت، إذا كان النظام الكيتو ناسبك واستفدت منه، والأهم من ذلك إن يعني مرتاح معه. يعني واحدة من مشاكل الكيتو أو أي نظام صحي أو أي نظام غذائي إن الاستمرارية فيه، يعني بعض الناس يبدأ نظام غذائي معين يستفيد منه ولكن مو مرتاح، يعني دائما يحس إن هذا شيء عبء عليه. تمام، فبالتالي يعني عاجلا أم آجلا راح يوقف الحمية مع الأسف ويرجع وزنه. ولكن على النقيض إلى هذا، إذا كان فعلا الإنسان مرتاح زي حضرتك مع النظام الغذائي، فلا مانع نستمر عليه أبدا أبدا، كمل عليه ما دام مرتاح عليه وموفق إن شاء الله. شكرا دكتور. في سؤال من فرحان الشمري يقول: هل في أدوية تصلح لتذويب الشحوم حول السرة وليس لها مضاعفات؟ اوكي، يعني سؤال حلو. الجواب لا، يعني
فقط تذويب الشحوم الموجودة في البطن لا، يعني في بعض الأدوية، أدوية السكر قد تساعد شوية في تخفيف الدهن أو السمنة اللي في البطن، تمام، ولكن مش إذابتها بشكل يعني ملحوظ. يعني أنا فاهم إيش يقصد، هو إنه بيتخلص من الكرش مثلا، لا أدوية بس للكرش ما في، ولكن أدوية التخسيس بشكل عام زي السكسندا مثلا تساعدك على إذابة الدهون اللي في الجسم بشكل عام، تمام. الأنظمة الغذائية اللي زي ما تفضلوا الإخوان كيتو مثلا، هم هذا يساعدك على التخلص من الدهون بشكل عام من الجسم. طبعا لازم نخلي بالنا من شيء، ان السمنة اللي في البطن من أصعب أنواع السمنة، أصعب الأنواع اللي ممكن التخلص منها، بمعنى أن الإنسان ممكن يفقد الوزن ووصل الوزن المثالي حتى، ولكن الشحوم اللي في البطن تظل موجودة أو يعني تقل شوي لكن تظل موجودة. من الأشياء اللي تساعد عليها هي التمارين، فأنصح الأخ أن يعني إذا وصل الوزن المثالي لسه موجود الشحوم اللي في البطن هذه، عليه بتمارين البطن، هذه تساعد كثير أنه يتخلص منها. أوكي، شكرا دكتور. إن شاء الله أخوي فرحان وصلت الإجابة. الآن الأخ ناصر رافع إيده، تفضل أخوي ناصر. مساء الخير جميعا. مساء الخير دكتور. لو تكرمت دكتور، أبغى أسأل بالنسبة أنت قلت النوع الثاني من السكري، إذا كان أحد الأبوين مصابين بالسكر ونسبة 50%، ما فهمت شنو معنى 50%؟ يكون عنده بالنسبة للأطفال العيال عندهم يكون كم شخص ممكن يجيه سكر؟ تمام، سؤال مهم. بمعنى أن فرصة إصابة أحد الأطفال 50%، بمعنى لو كانوا ولدين واحد منهم حيكون عنده سكري، فهمني؟ هذا اللي نقصده، يعني نسبة كبيرة جدا. اللي يهمنا من الموضوع يا أخ ناصر من هذه، إن إذا كان الشخص عنده أبوين مصابين بالسكر النوع الثاني، تمام، إن يعني يجب عليه جهد مضاعف إن يتحاشى السكر النوع الثاني، بمعنى إن الشخص هذا لازم، يعني مو اختياري، لازم عليه إن يكون وزنه مثالي ويقوم بالمجهود البدني المناسب، تمام، الحماية نفسه من السكري، تمام، لأن نسبة إصابته تقريبا 50%. سلام دكتور. السؤال الثاني بس بسيط، كيف أعرف إذا أنا أزاول رياضة ورحت الصالة وعملت رياضة ولعبت حوالي 300 سعرة حرارية أو 350، كيف أعرف أني أنا أريد قاعد أشتغل صح؟ حلو، سؤال مهم. يعني من الأشياء اللي ينصح فيها ناصر أنك مزاولة الرياضة على الأقل 20-30% 30 دقيقة في اليوم. طبعاً الرياضة اللي المقصود بها الرياضة المتنوعة، كالمشي، كرفع الأثقال، تمام، ولكن الأهم من كده أن الرياضة تكون يعني شبه شديدة، بمعنى إذا تمشي مثلاً على السير، تمشي بحيث أن ثلاث المطاف يعني تتعرق ويزيد نبضات قلبك، تمام، فهذا اللي يوصفه 30 دقيقة في اليوم بما مجموعة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع من الرياضات المتعددة، يعني زي ما قلت له الشديدة أو شبه شديدة، مش المسترخية، يعني هذا اللي ينصح فيه. شكرا دكتور. في سؤال من الأخ قاسم حكيم يقول، هل من المؤكد أن يحصل السكري مع تقدم العمر أو التقدم في العمر؟ حلو، سؤال جدا مهم. مش من مؤكد، ولكن من المعروف أن نسبة الإصابة بالسكري تزيد مع العمر،
خاصة بعد سن الأربعين. علشان كده من الأشياء اللي يوصى فيها إن بعد سن الأربعين يوصى إن يعمل تحليل السكر بشكل عام لكل الناس، تمام؟ فإذا كان التحليل سلبي يوصى إن يعاد بعد سنة أو إلى سنتين علشان نتأكد إن ما عنده سكر. طبعاً النسبة تزيد لو كان المريض عند زي ما قلنا مثلاً أبوين مصابين بالسكر أو أحد الأقارب مصاب بالسكر، أو عنده يعني مشاكل صحية تؤهله إلى السكري زي مثلاً السمنة. مريض السمنة يحتاج أن نشيك على السكر حتى قبل الأربعين. لكن بشكل عام مع زيادة العمر إلى كل الناس تزيد نسبة إصابتهم بالسكر. شكراً دكتور. الأخ سعيد الجارودي رافع إيده، تفضل أخي سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور محمد، ما قصرت والله. عافيك حياك. دكتور عندي سؤال، هل الفيروسات ممكن تكون سبب للسكري النوع الأول؟ وإذا كان الجواب نعم، وش الآلية اللي ممكن هي تسبب يعني ممكن تؤدي يعني للسكري هذا النوع، النوع الأول أو الثاني لو كان لها دور يعني؟ تمام، ممتاز ممتاز. لا يعني سؤال جيد. النوع الأول ليش يصير النوع الأول؟ أول حاجة يمكن زي ما قلت في المحاضرة إن النوع الأول ينتج بسبب الجهاز المناعي يهاجم الخلايا المفرزة للإنسولين أو اللي تفرز الإنسولين، خلايا بيتا في البدن. السؤال إن ليش طيب الجهاز المناعي، إيش اللي يخلي الجهاز المناعي يهاجم خلايا بيتا هذه؟ وليش شخص تهاجم فيه خلايا بيتا وشخص ثاني والله الجهاز المناعي ما يهاجم خلايا بيتا مثلا؟ تمام، في عدة نظريات ما حد يدري بالضبط. طبعا في عامل وراثي زي ما قلت موجود، لكن أغلب المرضى ما عندهم عامل وراثي، يعني فوق 80% 70-80% من المرضى اللي عندهم سكر نوع الأول ما في عامل وراثي، ولا في أحد من أبويه ولا أخوانه ولا عيلته المقربين على الأقل عندهم سكري. طيب ليش يحصل هذا؟ في عدة نظريات. واحدة من النظريات أن فعلا قد يكون التهاب فيروسي أو التهاب من نوع معين هو سبب أن خلى الخلايا بيتا هذه تكون يعني في مرمى الجهاز المناعي، بمعنى أن غير شيء في سطح الخلايا هذه فخلاها معرضة لمهاجمة الجهاز المناعي. تمام، لكن في نهاية المطاف كلها نظريات، ما في شيء موثق أن فعلا فيروس معين هو اللي يسبب النوع الأول، ما ندري. دكتور في سؤال من الأخ علي يقول هل هناك علاقة بين إبر الإنسولين وسرطان البنكرياس؟ لا لا، إن يعني إبر الإنسولين تسبب سرطان البنكرياس؟ لا أيوة. أبدا لا. أوكي. الأخ حبيب رافع إيده، حبيب روبيان لك، حبيب مو موجود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. معك حبيب الربعان، تخصص تربية بدنية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. حياك الله يا حبيب. يا هلا وسهلا، حياكم الله. تكلم دكتورة، وش يعطيك العافية على المحاضرة، ومشكورين أبو مصطفى وكل الشباب القائمين على الندوة والندوات السابقة والقادمة إن شاء الله، يعطيكم العافية. بحكم التخصص دكتور، تكلمت عن النشاط البدني وعلاقته بالسكر، وصحيح كلامك بالنسبة إلى 150 دقيقة بالنسبة للWHO،
بالنسبة إلى هذا اللي إحنا نتكلم عنه بأن هو المينيمم يعني للشخص، وننصح إنه مريض السكر يزود شوي بعد، يعني هذا على الأقل فائدة لكل الناس العاديين، ومريض السكر حتى ممكن يحتاج إلى زيادة للنشاط البدني على الأقل، ولكن لا لازم لازم تكون 3 أيام على الأقل، يتوزع 150 هذه وزيادة على الأقل 3 أيام إلى 4 أيام في الأسبوع، يعني إذا صار 7 أيام ممتاز، ولكن نعرف أن كل واحد ما يقدر أن يقعد الأسبوع كامل يتدرب فيه. الشيء الآخر فقط للمعلومة أنه المفروض أن يكون أيضاً ما يركز على نوع واحد من الرياضة، أنت قلت مشكور أنه يعني أثقال وسباحة ومشي مثلاً، يعني المفروض يكون أروبيك اللي هو استخدام الرياضات اللي يكون فيها النظام الهوائي حتى يزيد عملية نشاط القلب والرئتين، وايضا يستخدم ايضا العلاج التقويه او اسف نشاط السترينث او القوه، مثلا رفع اثقال، زياده بعض الاحمال، او حتى بالجسم يعني بنفس مقاومه الجسم البلانك مثلا، بعض التمارين البلانك وغيره، وايضا الفلكسبيليتي حتى يصير هناك توازن لكل الجسم. وزي ما قال الاخ الشمري قبل شوي بالنسبه لسؤال على الكرش والمصيبه، الكرش هذا زي ما قلت يعني صعبه جدا عمليه التخلص منها، بانه يعني التدريب هذا المتوازن ممكن يقلل وبشكل كبير يقوي العضلات حقت البطن، صحيح يمكن ما تحصل السكس باكس اللي كل واحد يعني يرغب فيها، ولكن يعني مع الاستمراريه يكون مهم جدا. و عفوا بروفيسور حبيب قطع الصوت معك اخوي سامي، معكم الدكتور خالد، انا حقيقه المدير التقني حق المحاضره هذه. معليش دكتور ولو دخلت عليك شوي، اني اضيف بعض الامور بالنسبه للتمارين وما اشرت اليه حضرتك في المحاضره، اللايف ستايل يعني طريقة الحياة، والشيء الثالث التغذية، هي كل متكامل، لا يمكن التركيز على التمارين بهذه الكثرة والدخول في كل أنواعها وترك اللايف ستايل أو طريقة الحياة تماما بمعزل عنها، كأن ترى واحد يمارس 4 ساعات تمارين في الصالة وإذا جاء البيت وقفوا للسيارة جنب المكان وكذا، فهي كل متكامل. عذرا عن المقاطعة يا دكتور، افتح ميكروفونك وتفضل. شكرا. لحظة. تفضل دكتور. سامعيني الحين؟ تفضل. لا جدا يعني يعطيك العافية يا دكتور خالد، أوافق 100%. وقبل شوي الأخ حبيب بعد يعني كلامه ما شاء الله عليه يعني على المحك زي ما يقولوا. دائما نقول للمريض يعني تقريبا على كلامكم ان الغذاء الصحي او التمارين هي اسلوب حياه، بمعنى ان لازم تكون الغذاء الصحي والنشاط البدني لازم يكون جزء روتيني من الحياه، يعني ما تقدر تقول راح استخدمها والله شهرين وراح اوقف، تمام؟ لان اذا وقفت رجعت للصفر. فدائما نقول لهم، وخاصه اللي يبغى يخسر وزن، تمام، يعني دائما اقول له اذا تبغى تخسر وزن في شهر ممكن تخسر حتى 20 كيلو في شهر، لكن بعد الشهر راح تكسب ال 20 كيلو مع فوائدها مع الانترست حقها ترجع لك مره ثانيه. فالعشرين كيلو ما نبغاك تكسرها بشهر، نبغاك تكسرها كجزء روتيني من حياتك، وما يهم خلال كم تخسرها، خلال سنة، خلال أكثر، ولكن المهم من كذا، الأهم من هذا أن نمط حياتك الصحي يكون روتيني وتعتاد عليه وتحبه، لأن إذا ما حبيته
أو إذا يعني أخذت نظام جدا قاسي عليك وما حبيته راح تفشل فيه عاجلا ما عاجلا راح توقفه. فاختار النظام اللي يناسبك اللي ترتاح عليه ويكون نظام صحي واصل عليه كجزء من حياتك وهذا إن شاء الله بيكون ضمان للاستمرارية في النظام. دكتور يعقوب شكرا دكتور على العموم على الإجابة. الدكتور يعقوب يعني رافع يدك عندك مداخلة حبيبي. نعم معليش مرة ثانية دكتور محمد انت طرقت تفضل طرقت إلى موضوع التشخيص وذكرت أنه شخص يكون تشخيصه أنه عند مصاب بداء السكري إذا كان معدل السكر عنده في الدم 126. ما طرقت دكتور إلى موضوع معدل السكر التراكمي، هل مجرد القياس مرة واحدة هذا تكفي ولا لا؟ شو اسمه السكر التراكمي في الحالة هذه ما هي النسب اللي يصنف فيها الشخص يتم تشخيصه على أساس أنه مصاب بالسكري، وما هي النسب ما قبل السكري اللي هي صير فترة الإنذار؟ هذه سؤال. السؤال الثاني معلش طولنا عليكم بالأسئلة، لاحظت دكتور أنك ركزت في المحاضرة بس على النوعين من السكري اللي هو الأول والثاني، وطبعا زي ما تعرف في أنواع كثيرة من السكري من ضمنها سكري الحمل وفي سكري اللي يجي للأطفال اللي تطرقت له بشكل سريع اللي هو NDM، غير كذا السكري اللي يصاب الآن في مرحلة الشباب لبعضه يصنف ك 1.5 أو 2.5 اللي هو مثل اللادا والمودي، وأخيرا موضوع الزهايمر اللي هو بعضهم يصنفونه كسكري من النوع الثالث، يا ريت إذا تعطينا مرئياتك فهذه. شكرا لكم. تمام شكرا جزيلا. يعني الحقيقة هي الـ يعني السكوب للمحاضرة زي ما أقوله هي تثقيفية، يعني محاضرة عامة، فبالتالي يعني حبيت أعطي نبذة بسيطة عن تشخيص السكر، يعني ما راح نقول التفاصيل، ولكن زي ما تفضلت يعني في عدة تحاليل أو عدة تيست نسويها لتشخيص السكر، منها السكر وانت صايم اللي هي 126، منها السكر التراكمي. السكر التراكمي 6.5 يكون سكر، تمام. مرحلة ما قبل السكر إذا كان 5.7، تمام، 5.7 إلى 6.4 هذه يسموها مرحلة بري دايبيتيس أو ما قبل السكر، إذا وصل 6.5 يصير سكري. هذا بالنسبة إلى التشخيص باستخدام معدل التراكمي. في أيضا طريقة ثالثة لتشخيص السكر وهي يسموها يعني الـ OGTT اللي هو باللود حق السكر، فنعطي المريض 75 جرام جلوكوز ونشيك لسكر بعد ساعتين، إذا كان السكر وصل 200 ميلي جرام أو 11.1 ميلي مول هم هذا يعتبر سكري برضو، تمام. فطبعا انا ما حبيت اذكر كل التست لان هذا مو يعني مو الهدف من المحاضره، هي يعني تثقيفيه عامه. طيب بالنسبه الى سؤالك الثاني اعتقد كان ايش، ذكرني يا دكتور يعقوب، كان على انواع السكريه الاخرى يعني لو حبذا لو تطرق لها ولو بشكل سريع. شكرا لك. صح ولا يهمك ولا يهمك. طبعا النوعين الكلاسيكيين زي ما قلنا، النوع الاول والنوع الثاني. الأنواع الثانية اللي هي النوع اللي يسموه في اللادة زي ما قلت، اللادة اللي هو النوع السكري النوع الأول اللي يصيب البالغين، تمام، بمعنى إن فيه أجسام مضادة تهاجم الخلايا بيتا ولكن تكون خلنا نقول كمياتها بسيطة، أجسام مضادة هذه بحيث إن ما تأثر على وظيفة الغدد أو الخلايا بيتا إلا بعد فترة، تمام، مش بسرعة زي اللي يصيب الأطفال، فهذا يسموه لادة أو يسموه latent type 1 diabetes، تمام. طيب في نوع المودي اللي طرقت له أو monogenic diabetes يسموه، المودي هذا نوع من نوع السكر اللي يكون مرتبط
بمشكلة جينية واحدة، يعني يكون المسبب له مشكلة وعطب في جين واحد، عشان كده يسموهم مونوجينيك دايابيتس اللي هم المودي. ميزة المودي هذول طبعا في عدة أنواع، تقريبا 7 أو 8 أنواع. ميزتهم أن سكر يصيب البالغين تمام، ويكون مش مرتبط بالسمنة، يعني مريض يصاب بالسكري في سن طبعا تحت سن 35 عادة بشكل عام، وما تكون عنده يعني مسببات السكر نوع الثاني، يعني ما يكون مثلا عنده سمنة تمام. فهذا اللي خلينا نفكر نقول احتمال يكون مونوجينيك دايابيتس تمام. طبعا حسب النوع نعالجهم تمام، بعضهم يعالج بس في الحمية، بعضهم أو النوع الثالث مثلا يعالج بالحبوب تمام، بالعقاقير يعني سلفونيلوريا عادة. طيب في سكر الحمل زي ما تفضلت تمام، فيه السكر أو السكندري دايابيتس اللي يسموه تمام، يعني السكر اللي يصيب الناس اللي عندهم مثلا مشاكل البنكرياس، يعني مثلا التهابات حادة في البنكرياس أو مثلا سيستيك فايبروسيس، هذول يكون عندهم يسموه واحد من الأسماء يسموه سكندري دايابيتس. ففي عدة أنواع يعني من السكر. طيب إيش سؤالك الثالث يا دكتور يعقوب؟ كان السؤال الأخير بالنسبة للألزهايمر، بعضهم يصنفونه كسكري من النوع الثالث، فهل في شيء من هالقبيل؟ هل ارتباط، هل الألزهايمر له علاقة بموضوع السكري ومقاومة الأنسولين، أو له علاقة بخلل في الغدد بحكم تخصصكم دكتور؟ والله حسب علمي يعني ما أذكر أني يعني واجهت يعني نوع من أنواع العلاقة بين السكري النوع الثاني بالتحديد والألزهايمر، ما عندي فكرة والله دكتور أخوي، ما قريت على الموضوع، ما أدري والله. شكراً يعطيك العافية. شكراً البروفيسور حبيب الربعان موجود بروف؟ نعم موجود حبيبي، تفضل المايك معك. أنا انتهيت بالنسبة للموضوع. أعتقد غطيت، ما أدري إذا فيه شيء. أنا شفت زي سؤال من الشمري فرحان سيد فرحان، نعم، عن المشي، ما أدري ذاكر سؤال، ما أدري إذا كان إيه. لا ذاكر سؤال عن المشي الأخ فرحان. لحظة شوية بس خلني أشوف سؤاله. هل هن الأخ فرحان الشمري يقول هل في، لا فرحان يقول عن تذويب الشحوم. لا لو كان طلع لي سؤال إنه يعني معليش دكتور. نرجع لها بعد الحلقة. أوكي بس أنا شفتك رافع إيدك، قلت نعطيك فرصة. لا أنا كملت كلامي، ولكن فقط يعني أشكر الدكتور، بس أقول يعني البالانس مهم جدا بالنسبة إلى النشاط البدني، إنه يكون زي ما ذكر الدكتور خالد أيضا بأنه اللايف ستايل هو مهم جدا أكيد، ولكن أيضا حتى النشاط البدني لازم يكون أيضا بالانس، خصوصا لمرضى السكر، لأن في ناس يجي يروح لل الحديد فقط ويشتغل حديد 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 حديد، وهو هذا يعتبر نان أروبيك إكسرسايز. شكراً. هذا ما يفيد بشكل كبير مثل إذا كان الأروبيك ونان أروبيك وغيره. كفيت وفيت. يعطيك العافية. دكتور في سؤال يقول ما هي أخطار عملية التكميم، وهل هي مناسبة لكل الحالات والأعمار؟ تمام سؤال حلو. طبعا بشكل عام عملية التكميم من العمليات الآمنة بشكل عام، ولكن زي ما قلت يعني المريض يحتاج أن يتم تقييمه من قبل الجراح ومن قبل طبيب الغدد تمام، للتأكد من جاهزية
شخصيته يعني تأكد أن العملية مناسبة إليه. من حيث أضرارها أو يمكن يعني المضاعفات العملية، قد يحصل أحيانا نزيف، تمام، أو ليك يعني ليك في المكان شو اسمه الخياط، تمام. قد يحدث أحيانا غير النزيف أو غير الليك اللي يحصل، ممكن يحصل نزيف، تمام، في المعدة أو في أعلى أسفل المريء. أيضا ممكن يحصل تضيق في المريء، تمام، فبالتالي المريض يعني من الأعراض اللي تجيه إن يجيه انسداد في المريء مثلا. هذه بعض الأعراض الجانبية حقتها. علشان كده زي ما قلت يعني في المحاضرة، يجب أن تعمل في مراكز متخصصة، تمام، من قبل يعني يفضل أن يكون يعني الجراح عنده يعني خبرة في مثل هذه العمليات، التقليل من مشكلة الأعراض الجانبية. هل تناسب جميع الأعمار؟ بشكل عام يعني ما في عمر محدد. إذا كان المريض يعني بعد تقييمه يكون جاهز للعملية، ما في سن معين. في ريبورت الآن وفيه يعني دراسات تعملت حتى على الأطفال مؤخرا، تمام، تعمل لهم تكميم لعلاج السمنة، فممكن عملها حتى الأطفال. ولكن يعني زي ما قلت، أرجع وأقول في مراكز متخصصة عندها خبرة في المجال هذا. شكرا دكتور. الأخ والأستاذ مرتضى أبو حسن رافع إيده، في عندك مداخلة أو سؤال؟ إيه، السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. قال الله يخليك، أنا من عندي نشاط زايد في الغدة الدرقية وآخذ حبوب، وآخذ زايدا دكتور حبوب سكر اسمه جانوفيا 100 ميلي جرام. نعم. السؤال هو دكتور، هل الغدة اللي عندي تأثر في السكر أو السكر تأثر في الغدة؟ يعني في علاقة ما بينهم؟ شكرا دكتور. تمام، عفوا. يعني الجواب السريع، لا، الغدة الدرقية ما تأثر على السكر بشكل مباشر على الأقل، ولا تأثر على الدواء هذا الجنوبي اللي تأخذه على السكر، لا. ولكن من المهم تنظيم عمل الغدة الدرقية، بمعنى أن إذا كنت تأخذ الأدوية التثبيطية للغدة الدرقية ولكن ما زال النشاط شديد مو طبيعي في الغدة، فيلزم مراجعة الطبيب والوصول للجرعة المناسبة لتثبيط الغدة الدرقية. شكرا دكتور. الأخ يسأل عن هل في سبب أو هل بسبب عدم انتظام الأكل أو قلة الأكل بالإصابة بمرض السكري؟ يعني إذا ما هل يسبب عدم الانتظام في الأكل أو قلة الأكل في الإصابة بالسكري؟ لا، ما المفروض، لا ما له علاقة. ها، شكرا دكتور. الأخ صادق إسماعيل، الأستاذ صادق. أسعد الله مساكم بكل خير. شكرا دكتور على هذه المعلومات الطبية القيمة. في مقولة تقول السكر الصامت القاتل، ما مدى صحة هذه المعلومة؟ السؤال الرئيسي، موت الجنين، الصوت يقطع، انتهى الصوت، راح صح؟ صوتك يراه، تفضل دكتور، الآن واضح. بس ما سمعت السؤال الثاني، هو القاتل صادق. قاتل صادق، ممكن تعيد السؤال؟ السؤال الثاني، موت الجنين المفاجئ، هل هو سبب ارتفاع السكر عند الأم؟ شكرا جزيلا. موت الجنين في البطن ولا برا؟ الجنين في البطن. طبعا هو البطن، في البطن أكيد. في البطن، نعم. صحيح، جنين في البطن في الغالب، صحيح. طيب تمام، يعني جوابك على
القاتل الصامت أعتقد ممكن صحيح. مشكلة السكر خاصة النوع الثاني إن يعني يتم تشخيصه بعد فترة من وقوع المرض، بمعنى إن في الغالب يتم تشخيصه متأخر، يكون أوريدي المريض لما يجينا من شخص عنده سكر نوع الثاني يكون المرض موجود عنده على الأقل في آخر سنتين أو خمس سنين، فبالتالي يكون معرض إلى المضاعفات للسكر حتى وهو ما يدري إنه عنده سكر. طبعا مشكلة السكر إنه مو بالضرورة يعطيك أعراض قوية، يعني خاصة إذا السكر ما ارتفع إلى يعني معدلات عالية جدا، فبالتالي ممكن المريض يعيش بالسكر كذا سنة قبل لا يعرف إنه عنده سكر. فمقولة إن قاتل صامت ممكن تنطبق عليه، صحيح أوافق في الرأي. السؤال الثاني، هل إن موت الجنين بسبب ارتفاع السكر؟ يعني مو بالضرورة، ولكن المعروف إن المرأة المصابة بالسكر أو اللي عندها سكر الحمل أو السكر النوع الثاني أو الأول وتحمل، تمام، من الضروري تنظيم سكرها بشكل جدا دقيق. ليش؟ لأن الجنين يكون معرض إلى مضاعفات، منها ارتفاع الوزن، منها بعض التشوهات الخلقية. في حالات نادرة جدا ممكن يسبب الوفاة، لكن حالات نادرة جدا جدا يعني مو بالضرورة حتى لو تبع يسبب موت جنين. شكرا دكتور. المعتوق، السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. استمتعنا بالزميل الدكتور محمد، بس حبيت أعلق على سؤال الأخ الكريم بموضوع الألزايمر وعلاقته بالسكر. فالسكري خاصة من النوع الثاني لوحظ أن في الخلايا بيتا، حوالي الخلايا بيتا، يوجد ترسبات من مادة اسمها أميلويد، ووجد في مخ المرضى المصابين بألزايمر وعلامته النسيان نفس المادة متكونة مترسبة حول الخلايا المخ، ولذلك ناس تشبه السكري بأنه ألزايمر البنكرياس، وتشبه الألزايمر بأنه سكري المخ. وعلشان كده يمكن أنه هذه مجرد مصادفة أو أن لها سبب، يعني أنه تكون سببية مو بس علامة، يعني لأن علامة السكر ارتفاع السكر وعلامة الألزايمر النسيان، لكن ما هو السبب؟ طبعا السبب غير معروف إلى الآن، لكن وجدت مادة الأميلويد هذه حول الخلايا بيتا في البنكرياس، ووجدت أيضا حوالي خلايا المخ، فهل هناك رابط وهذا رابط سببي أم أنه مجرد وجود علامة من علامات المرض وليست السبب؟ فبس حبيت أني أوضح هذا النقطة. شكرا. شكراً لك. يا مرحبا. الأخ ناصر رافع يده. سؤال، الله يسلمك إن شاء الله. سؤال آخر، بالنسبة لو شخص أصيب بالإنفلونزا حادة وكان مثلا مسافر في المملكة، مثلا في المدينة ولا في حفر الباطن ولا في أي جهة، واصل بدل ما يرتاح واصل أنه سفره ويقود سيارته وتعب سبب له مجهود كبير، هل ممكن تسبب في خلل ويسبب عنده مشكلة سكر؟ شكرا جزيلا. يعني واحد ما عنده سكر، هو اللي فهمت من السؤال؟ لا، ما عنده سكر. ممتاز ممتاز. بس كان عنده انفلونزا واجهد نفسه زيادة. أنا أي انفلونزا حادة عنده، فهمت علي. وما بدل ما يرتاح، هل هذا سبب كيف؟ بدل ما يرتاح أجهد نفسه زيادة، صح؟ أجهد نفسه بشكل قوي، بشكل قوي. فهمت عليك. شكراً، شكراً. هذا ما يسبب سكر عزيزي هذا، لا. شكراً دكتور. في سؤال يقول ما الفرق بين القص والتحوير والتكميم بالنسبة للمعدة؟ تمام.
هذا ممكن نرجع إلى السلايد هنا بس. أوبس لحظة معلش يا جماعة لحظة عشان بس نوضح إيش قاعدين نقول. لحظات بس أروح لآخر سلايد معلش. أوبس رجعنا مرة ثانية معلش يا جماعة لحظات. معلش دكتور ترى عندك متسع من الوقت. لا أوكي ممتاز ممتاز. طيب لحظات طيب هذه اللي ذكرها الأخ السائل. طبعا هذه الجهاز الهضمي الطبيعي تمام. هذا المريء تمام. هذه المعدة وهذه الأمعاء. في التحوير معنى التحوير هو يعني تحوير مجرى الطعام تمام عن المجرى الطبيعي. يعني في المجرى الطبيعي الأكل يجي هنا نأكله هنا في الفم المفروض فوق بعدين ينزل من المريء إلى المعدة وبعدين نروح للأمعاء تمام. في التحوير لا نجي هذا المريء الطعام على طول يخش في الأمعاء الدقيقة تمام. قصينا هنا الأمعاء الدقيقة وربطناها في المريء تمام. فبالتالي الأكل طبعا مو بداية حتى الأمعاء الدقيقة يعني من نص الأمعاء الدقيقة وأحيانا من آخر جزء في الأمعاء الدقيقة. فبالتالي الأكل اللي ناكله نضطر ناكل كمية بسيطة لأن نحس بالشبع على طول. وحتى الأكل البسيط اللي أكلناه هذا لأنه يمر على طول على نهاية الأمعاء الدقيقة فلا يتم يعني أغلبه لا يتم امتصاصه تمام. فبالتالي هذا يقلل كمية الكالوري اللي يمتصها الجسم وبالتالي يفقد الوزن تمام. هذه يسموها التحوير. طيب التكميم أو القص تمام هو قص جزء من المعدة. يعني هذه المعدة يتم القص الجزء الأكبر من المعدة تمام. فبالتالي ترك المعدة بالشكل هذا يصير زي الكم. ليش يسموه تكميم؟ يصير زي الأنبوبة أو زي الكم. فبالتالي حجمها صغير فلو أكلت كمية قليلة من الطعام تشعر بالامتلاء وتوقف فبالتالي الكالوريز تكون أقل وتفقد الوزن. هذا الفرق بينهم. شكرا دكتور. في سؤال يقول هل مرض السكري يؤثر على عملية التبويض أو المبايض عند المرأة؟ الإخصاب يعني بشكل عام ممكن ممكن. وكم نسبة ذلك؟ زين تقريبا تمام. هو كم نسبته صعب انك تحدد ولكن في بعض الامراض زي مرض مثلا تكلس المبايض هذا هو نفسه يكون يعرض المراه الى السكر النوع الثاني تمام. فبالتالي يكون عندها اصلا هي مشكله في التبويض ومعرضه للسكر النوع الثاني تمام. السكر نفسه لو لم يكن منتظم تمام لفترة طويلة هذا هم يأثر على الإخصاب. كم نسبته بحسب عدم الانتظام تمام. يعني لو كان السكر مش منتظم تماما لفترة طويلة فيكون نسبة تأثيره عالية على الإخصاب. شكرا دكتور. في سؤال يقول ما هو الفرق بين مرض السكري البولي والدموي أعزكم الله؟ البولي والدموي. طيب أنا أعتقد أن فهمت سؤاله. هو ما في تصنيف بالطريقة هذه ولكن السكر اللي نتكلم عليه أو مرض السكري هو بالإنجليزي diabetes mellitus يسموه تمام. هذا سبب ارتفاع السكر في الدم. في سكر يسموه ديابيتس برضو تمام لكن يسموه ديابيتس انسيبيدس هذا بالانجليزي. هو تشابه الاسمين من الانجليزي يعني تمام. ديابيتس انسيبيدس هذا هو السكري اللي ينتج عن زيادة التبول مش بسبب زيادة السكر ولكن بسبب نقص الهرمون اللي يتحكم في كمية البول تمام. اسمه بالانجليزي ديابيتس برضو تمام لكن ديابيتس انسيبيدس يسموه. اعتقد هذا اللي يقصده هو.
أوكي. شكراً دكتور. في سؤال يقول مرض السكري الذي يصيب الأطفال هل يكون للوراثة دور كما أسلفتم بأن يكون المصاب 50% للأب أو إذا كان الأب مصاب والأم مصابة أن ينجبوا أطفال 50%؟ هل تكون الإصابة بسكري الأطفال أو عند الكبر أو بعد البلوغ؟ طيب السكر النوع الأول زي ما قلت في عامل وراثي ولكن أقل من النوع الثاني، بمعنى إذا كان أحد الأبوين مصاب بالسكر النوع الأول اللي حق الأطفال هذا تكون نسبة إصابة المولود لو جابوا ولد أو بنت تكون نسبة إصابتهم بالسكر النوع الأول هي تقريبا حوالي 5 أو 6%. تمام؟ لو كان الأبوين الأب والأم عندهم سكر النوع الأول، اثنينهم عندهم سكر النوع الأول، تكون نسبة إصابة الولد تقريبا 20-25%. تمام؟ لا هذا النوع الأول دكتور. لا يقول لك الإصابة بالأطفال، الأطفال يعني مو إنه إذا كبر، يعني إصابة إنه يجي له السكري الأطفال، يعني يكون الطفل وهو صغير يصاب بالسكري. أي هذا هو، هذا اللي قصدت أنا، يكون هو معرض إلى إصابة بالنوع الأول برضو الطفل. وهو طفل، هو طفل، هو صغير. سبحان الله. ليه؟ أوكي شكرا دكتور. الأخ إسماعيل، الأستاذ إسماعيل. شكرا على إعطائي الفرصة. عندي سؤالين إذا تسمح لي، الكنترول ولا واحد أكتفي؟ أتفضل بالاثنين حبيبي. بالاثنين. عندي من الزملاء واحد مصاب بالسكري فتزوج طبعا فأنجب واحد. هل مرض السكري يؤثر على الإنجاب علما أنه له 15 سنة الآن لم ينجب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، مرضى السكر هل هم أكثر عرضة للوفاة بالنوبة القلبية؟ شكرا جزيلا. تمام، شكرا على السؤال. نبدأ بالسؤال الثاني، هل يكون عرضة بالنوبة القلبية؟ نعم، بنسبة 20%. تمام، معرضين للنوبة القلبية، ومع الأسف معرضين إلى الوفاة بسبب النوبة القلبية بنسبة 16% على الناس العاديين. هذا السؤال الثاني. السؤال الأول، هل السكر يؤثر على الإنجاب؟ الجواب نعم، عن طريق يمكن غير مباشر. يعني السكري خاص النوع الأول، النوع الثاني هو من أهم أسباب، يمكن ما ذكرته هنا، من أهم أسباب العجز الجنسي، خاصة إذا كان غير منتظم ولمدة طويلة. تمام، يعني تمتد 5 أو 10 سنوات. فالعجز الجنسي هذا يسبب طبعا يؤثر على الإنجاب من الناحية هذه. فالجواب نعم. شكرا دكتور. الأخ علي الزهيري يقول عند التحوير ماذا يحدث للمعدة؟ للمعدة هل يتم الاستغناء عنها نهائيا؟ لا، لا يتم الاستغناء، تكون موجودة ولكن لا يصل الطعام. ممتاز. في سؤال من الأستاذ لحظة شوية بس معلش دكتور، ما يهمك، من الأستاذ ربيع الرشيد، يا حبذا لو رفعت يدك أبو علي، يقول ما توصياتكم لمرضى السمنة لتخفيف الوزن؟ هل النظام الغذائي أو العملية الجراحية أو إبرة السكندا أو العلاج الكيميائي؟ زين، ممتاز. لا، العلاج الكيميائي ما ادش قصدي بالعلاج الكيميائي، الحبوب يعني. قد والله ابو علي موجود؟ استاذ ربيع الرشيد زين، احنا بنجاوب على السؤال عموما باللي تفهم. نعم، اقصد كل العلاجات السكندا او في ابره بعد قبل العلاجات، والله أنا ناسي اسمها، هذه طبعا كلها هرمونات يعني، هذه يعني والحبوب
اللي تباع في الصيدليات لأنه الوصفات الشخصية هذا اللي أقصد بالأشياء الكيميائية. تفضل دكتور. فهمت عليك. دكتور معك دكتور خالد الأستاذ سامي. عندنا كمان 3-4 دقائق فاستعدوا على أساس تسووا إغلاق لسهرة الليلة لأن في 5 دقائق راحة وبعدها في غرفة راح تفتح أخرى. فعندنا لحد 3-4-5 دقائق فاستغلوها بأفضل ما يمكن. شكرا. طيب تمام. طيب أجل بجاوب سريع على الأستاذ. سؤالك هل السكسندا مفيد في إنقاص الوزن؟ الجواب نعم. زي ما قلت السكسندا ممكن يساعدك تفقد حوالي 5-10 كيلو خلال 6-12 شهر من الاستخدام. العقاقير الثانية يعني مو موجود كثير، يمكن عندنا سينيكال هذا نوع من الحبوب متوفر في الصيدليات، هذا ممكن يعني يمكن يعطيك 3-4 كيلو تفقد بالسينيكال. هل الحمية الغذائية والتمارين مفيدة؟ نعم أكيد مفيدة، خاصة الحمية الغذائية طبعا، ولكن يعتمد على يعني مقدار يعني استجابتك لها ومقدار تحملك ومواصلتك عليها. طبعا لو كل هذا فشل، الحمية فشلت، التمارين فشلت في وصولك للوزن المثالي، بعدين عاد الخيار الجراحي يكون خيار جدا مناسب برضو. شكرا دكتور. في إضافة تحب تضيفها دكتور أو نختم؟ لا أبدا. أشكركم في النهاية وجزاكم الله خير. حنا اللي نشكرك دكتور يعني، وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر سعادة الدكتور الاستشاري محمد بن حسن القنبر على هذه المحاضرة القيمة والمعلومات الممتازة التي أتحفنا بها، ولضيق الوقت ولا الأسئلة كثيرة، ولكن لا يسعنا إلا أن نشكر ما تقدمت به دكتورنا الفاضل. شكرا جزيلا وما قصرتوا. شكرا لك ونشكر حياك. شكرا لك أستاذ سامي، إدارة موفقة. شكرا لجمهوركم الكريم، جمهور راقي ومرتب وساعد في إنجاح هذا الأمسية الرائعة، وشكرا لمستضيفينا آل هويدي ممثلين بالدكتور محمد آل هويدي، والشكر الأكبر لضيفنا ومحاضرنا الدكتور محمد حسن القنبر، وشكرا لكم. والآن خلال 10 ثواني تغلق الغرفة. شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامة. شكرا دكتور، في أمان الله. إياكم الله، مع السلامة. شكرا لك دكتور، في أمان الله.